السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن المسلسل الصيفي حكايه جزيره، عن الانطباع الاول بعد مشاهده اول حلقه منه، هل يستحق المشاهده ولا لا. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وما تنساش اللايك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. هنبدا نتكلم عن مسلسلنا النهارده، ولكن في البدايه كده حابب بس انك تحط حاجه كده في دماغك، وحاجه مهمه وضروريه جدا، وهو الفرق ما بين المسلسلات الصيفي والمسلسلات الخريفي اللي هي بتنزل في الموسم. بقى المسلسلات الصيفي دي تبقى بقى ايه، مسلسلات ترفيهيه كده، جو فصلان كده، تفصل بدراح دماغك، ما بقاش فيها بقى الافكار وتشغيل المخ والحاجات دي، لا هي مسلسل صيفي كده بسيط صغير خالص، انت بتفصل بيه دماغك وكل حاجه، شيل بقى من دماغك مقارنات مسلسل حفره من عاشلي، منظمه لعبد السراجبه، كل المسلسلات دي شيلها من دماغك خالص. انت المسلسلات الصيفيه ما هي الا الراحه والفصلان فقط لا غير. فمسلسل حكايه جزيره بطوله قلب نفروز وايد شكوران، طبعا لسه الاسماء بقى نتعود عليها ونشوفها واحده واحده مع بعض، ونتعود نقول الاسماء صح باذن الله في الحلقات القادمه، عشان دول ايه اول مره نعمل عنهم حلقات. هي بس ايتشا اللي هي كانت خالده في مسلسل علي رضا اللي طبعا انتهى وخلص موسمه، كان بالموسم واحد بس ونهوه خالص. يعني مسلسلنا زي ما قلت خفيف كده، اجواء جزيره، بيصوروا في جزيره او اجواء بحر، اجواء صيفيه حلوه كده، مرحه مريحه للعين، وانت بتتفرج مرتاح. فالمسلسل بصراحه تحفه. بيتكلم عن حريزان اللي هي فتاه عاديه في اسطنبول بتسعى في شغلها انها تترقى وتسافر وتاخد ترقيه في شغلها، ولكن في سبيل انها تاخد الترقيه دي لازم ترجع للجزيره اللي هي والدتها فيها من الاصل، وانها تعرف معلومات عن واحد هناك مش راضي يبيع ارضه عشان خاطر يبنوا عليها منتجع سياحي. فهي راحت الجزيره عشان تجيب المعلومات دي، من الاخر هتضر صاحب البتاع ده. ولكن بيحصل احداث بقى في الحلقه، مش هحرق لكم الحلقه على قد ما اقدر، وبيحصل احداث وفي الفعل تاخد المعلومه وتعرف نقطه ضعفه ايه وتبلغ الشركه بيها، اللي بدورها الشركه بتاخد خطوات عشان خاطر تزنق او تحطه في خان كده، لا خلاص لازم هتبيع. فبتضطر انها تعرف انها كان هم الشركه خدعوها، وانها بعد ما عرفت ان هو شخص مهذب وشخص محبوب والجزيره كلها بتحبه، وهي بدات ايه في بوادر استلطاف كده، فعرفت انها ضرت شخص كويس وشخص يعني ايه ما يستحقش ان هو يتضرر، فبترجع هتعمل معاه اتفاق حلو جدا. والاتفاق بقى ايه، انا مش هحرق زي ما قلت، فبتحاول تعمل معاه اتفاق بحيث انها تصلح غلطها ده. واظن هنا بقى يبقى معظم الاحداث مبنيه على الاتفاق ده، لان هو خلاص الاحداث اللي جايه كلها هتبقى مبنيه على الاتفاق ده. زي ما قلت المسلسل اجواءه حلوه جدا، طبعا الحلقه دي عشان مش هحرق بس الاحداث فيها عشان اللي ما اتفرجش عليها يتفرج ويبقى متشوق، لكن من الحلقه الجايه ان شاء الله نبدا نحرق في الاحداث ونناقش الاحداث مع بعض فيها واحده واحده. فزي ما قلت ارجع اقول تاني ان المسلسل اجواءه حلوه جدا، صيفيه، الجزيره، المشاهد اللي في الجزيره تحفه، اجواء حلوه جدا، مرحه، التمثيل والاداء التمثيلي رائع جدا، مع حته رومانسيه كده، شراره رومانسيه هتبدا تبان وتظهر. فالمسلسل من كل النواحي يستاهل، والانطباع الاول عن المسلسل ده هو مسلسل 100 100، فلازم تتفرجوا عليه. انا ان شاء الله هتفرج عليه وهعمل عنده حلقات كتيره ان شاء الله في الايام اللي جايه والفتره اللي جايه. بس ده كانت حلقه سريعه كده عن الانطباع الاول للمسلسل، وعن انا برشحه لكم، وبينزل حلقه كل اسبوع، نزلت الحلقه الاولى، لسه الحلقه الثانيه الاسبوع اللي جاي، ان شاء الله نعمل حلقه عنه في الاسبوع اللي جاي لما الاحداث تشتد كده ونشوف مع بعض باذن الله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد، وتسيب لي كومنت وتقول لي انت لو شفت المسلسل تقول لي رايك فيه ايه، ولو ما شفتوش اتمنى تشوفه، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.